السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى إياكم. يبقى علينا نروح بس تختار الرانك، وهذا الرانك يعتمد على مين؟ يعتمد على الداتابيز، صح؟ طيب احنا كيف نختار الرانك؟ لو نجي هنا نعمل SQL ونعمل هنا مثلا select، select من؟ select فقط الرانك، اوكي؟ where 1 ما يحتاج، لا يحتاج الى where 1، اوكي؟ نعمل select للرانك، لما نعمل go select from، لا تنسى select الرانك، select الرانك من من؟ من ال database، صح؟ من ال table اللي هو website nav bar. لما اجي اضغط على go راح يطلع لي الارقام الرانك، صح؟ طيب احنا نحتاج الى هذا ال database، نحتاج الى هذا الكود، ليش؟ لانه هنا ايضا لازم احنا نضيف الرانك، right؟ لانه انت عندك الرانك، يعني الرانك انت راح تاخذه منين؟ انت راح تاخذ الرانك من ال database حتى تعرف انت لوين واصل. ما يصير تضيف، لا يجوز انه انت تضيف رانك من عندك، صح؟ فاذا هنا نحتاج احنا الى، هسه اقول لك الى شو، الى هذا options، اوكي ما عنده مشكلة بيها، list، حلو select list، حلو. ممكن احنا ناخذ هذا الديف، نعمل هذا copy، نرجع لهذا المكان. لاحظ قبل submit، قبل السبميت ممكن في هذا المكان انا اضيفها. لاحظ لو اجي انا اعمل هنا عفوا ريفرش، لاحظ يظهر لي لستة، ممكن اختار البوزيشن، اختار الاخر شيء تم اختياره. طيب اختيار البوزيشن او سيلكت اللست، ممكن انا اعمل شيء. لاحظ هنا انت بيعتمد على شو؟ يعتمد على الاوبشنز. طيب 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 هذا احنا سميناه شو؟ سميناه بالرانك، يعني الترتيب. ممكن تسميه position او اي شيء اخر طبعا، عادي جدا. هنا لما اعطي لك ID، هذا الID ما عندي مشكلة بيها، select لي هذا الشكل. نحتاج الى ماذا؟ انه ندخل في، لا عفوا ليس البيجز، ندخل في الويب ناف بار، صح؟ نحتاج هذا، نحتاج وياها وايل، ننزل للرانك، اوكي. هنا في الرانك ننزل قبل الاوبشن طبعا، لانه حيظهر قبل الاوبشن. هو هذه الاوبشنز انا امسحها، مش محتاجه. اضف الى ذلك انه انا احتاج الى نهايه من نهايات الوايل، اجي اضيفه في هذا المكان. طيب هذا امسحه، هذا ايضا امسحه، هذا كله امسحه، اوكي بهذا الشكل. طيب اللي حيجي منه connection الرو ليس 1، اوكي الرو هو نفس الرو، اوكي هنا احنا عدنا الرو، لكن ليس الID وانما الرانك، اوكي. هنا بنغلق الجميل، هنا بنقلق احنا. طيب هنا ممكن نعمل هنا x وبهذا الشكل، ونعمل هنا x وبهذا الشكل، اوكي، ونمسح هذا الواحد. هنعمل هنا save، select all، لاحظ هنا select all. دائما احنا قلنا نصيحة انه لا تستخدم select all، حاول تختار الشيء اللي تحتاجه فقط من قواعد البيانات، لانه سبب security يعني. select ليس all، select rank from الويبسايت navbar ونعرضها. خلونا نشوف لو عملنا هنا refresh، لاحظ 1 2 3 4 5، فقط 5 menu احنا عدنا. لاحظ اظهر لي كل من؟ اظهر لي كل المنيو. يبقى الشيء انه احنا نعمله مثلا for example، هنا احنا عدنا الرانك، خلينا نشوف التايم ليكون 15 دقيقة مثل كل مرة. هنا احنا بنعمل real escape، حلو جدا. هنا احنا نعمل fetch للداتا، اوكي ممكن. طيب احنا ما نستطيع انه نستخدم الفور، هذا لما ياخذ الريزالت،
اوكي مثلا هذا ياخذ الريزلت ونعمل فور ستيتمنت. اوكي خلينا نشوف اذا احنا فور اكزامبل اذا احنا جينا عملنا هنا فور ستيتمنت لا لازم المفروض يكون بي اتش بي. فور اسوك ذس وان خلينا نشوف بي اتش بي. اوكي لو جينا قلنا فور لاحظ فور ايتش لو فور ستيتمنت الاعتياديه. اوكي فور اي يساوي صفر الاي اصغر من من عفوا الاي اوكي الاي اصغر او يساوي من يساوي الرو للرانك لانه هو اصلا رقم صح بهذا الشكل لانه اصلا بياخذ من الداتا بيز. اي بلس بلس ما عندنا مشكله. اي بلس بلس بس لكن هذا حيعد لمين؟ هذا حيعد لغاية طبعا هذا يبدأ من واحد مفروض لأنه في الداتابيز هو واحد. هذا مفروض أنه احنا نعمل له شيء هنا. أنا لاحظ هنا أنت عندك اي بلس بلس هنا يكون بلس 1 بهذا الشكل. اوكي بلس 1 وعدنا هذا طبعا هذا متغير الاي. اوكي هذا احنا نغلق بهذه الحالة. اوكي ناخذ هذا ترول زيت احنا ما غلقناها بهذا الشكل ينغلق. اوكي نعمل هنا اكس ونجي هنا نعمل في اخر. اوكي وقبلها بهذا الشكل. اوكي حتكون في داخل الفور وبدل الايكو لهذا حيكون الايكو لمين؟ حيكون الايكو للدولار اي بهذا الشكل دولار اي فارزه منقطه. خلينا نعمل هنا سيف نعمل هنا ريفرش. لا شوف لاحظ عندنا مشكله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عاد خمس مرات لكل واحدة. يلا محمد عيسى فكر. اوكي لو جينا احنا قلنا حامل بوز وعدنا لكم من جديد. طبعا المشكلة كانت بسيطة جدا انه احنا في عندنا function جميل جدا اللي هو MySQL I numRows. هذا الفكرة من عنده انه راح يرجع لك عدد الصفوف اللي موجودة في جدولك. طريقة استخدامها جدا سهلة يعني تحتاج مجرد انه تعمل طبعا هذا بال Object Oriented Programming هذا بطريقة البروسيجرال اللي هو احنا بنتبعه. لاحظ كم هو سهل هذا تذكرون الريزلت. اوكي مجرد انه انت تجي الريزلت هذا تضعه ضمن الفانكشن اللي هو ماي اس كيو لايت نمروز. خلونا نشوف احنا شلون عملناها. لاحظ عملت كويري جيت عملت ريزلت ماي اس كيو كويري جيت وضعت هذا الريزلت ضمن الفانكشن اللي هو ماي اس كيو نمروز. هذا الفكره من عنده انه يرجع لك عدد الصفوف اللي موجوده في التيبل اللي هو ويب سايت نافبار. وضعت له فاريبل جيت عملت فور هذا الفور الفكرة من عنده جيت عملت اي المتغير جيت وضعت فيها عدد الصفوف اللي حيرجع ليها. لاحظ اذا عملناها بدون زائد واحد فليكن مثلا عدد الصفوف الاعتيادية عدد الصفوف الاعتيادية اللي حرجعها لي او خلينا نشوف فكرة الفور من ايش جتي اصلا. اوكي بهذا الشكل. اوكي فليكن انه احنا بس بنرجع عدد الكولومات. فإذا جينا احنا طبعنا أصلا عدد الكولومات لاحظ
لو رجعنا على المنيو عملنا هنا ريفرش، لاحظ الرانك 5 بمعنى انه انت عندك 5 صفوف فقط لا اكثر. نلاحظ هنا هذا بيرجع لي 5 صفوف، وفعلا انا في الداتابيز لو ارجع الاحظ انه انا عندي 5 رانك فقط. اوكي طيب كيف استفاد من عنده؟ استفاد من عنده لو انا اجي اضعها في داخل، انا اريد اظهر كل الرانكات اللي موجوده في الداتابيز. بهذه الحاله انا ممكن استفاد من عنده بطريقه الفور، لهذا وضعت فور اوكي حتى يدخل في داخلها ويعمل لوب ويطلع لي. طبعا هذا ليس في داخل الداتابيز، لا مجرد انه حيعمل لي تكرار اعتيادي جدا باعتمادا على عدد الصفوف اللي موجوده في الناف بار. بعد ذلك يجي يطبع لي ماذا؟ نطبع المتغير اللي هو الاي اللي هو حيدخل كل مره ويحسب عدد الاشياء اللي موجوده في داخلها. لو عملنا سيف جينا عملنا رفرش الاحظ انه 1 2 3 4 5 ظهر لي كل الصفوف اللي موجوده. طيب احنا ضفنا له رقم 1 ليش؟ بلس 1 ليش؟ لانه اي منيو جديد احنا حنضيفه مفروض ياخذ رانك جديد صح؟ مفروض ياخذ 6 7 8 9 واخره من الرانك، ما ينفع انه ياخذ نفس الاسماء. يعني هنا هذا النيوز حاجز الخمسه، عرفت شلون؟ هو حاجز الخمسه، فاحنا مفروض نضيف له واحد حتى يستطيع انه يوصل للسته ويقول لك انه هذا الجديد حيكون مقامها الرقم السادس او ترتيبها الرقم السادس. اوكي فهنا لهذا وضعنا بلس 1. لاحظ هنا اول ما تعمل 4 حيعطيك صفر اوكي، بس انت لازم تعملها تغيرها لواحد. ليه؟ لانه اذا عملت صفر حيبقى رقم 5 يظهر لك. اوكي ممكن تجربه هذا الشيء كسيف، لو عملناها صفر كالعادي لاحظ اعمل ريفرش تلاحظ انه لا اعمل انتر اوكي لاحظ 0 1 2 3 4 5 6 بيظهر لك. ليه؟ لانه احنا بديناها من الصفر، لو نبديها من 1 حيبدا بالترتيب الصحيح. نجي هنا نعمل ريفرش لاحظ هنا 1 2 3 4 5 6، فتختار رقم 6 تجي تكتب المنيو جديد تختاره، يا اما يكون فيزبل يا اما يكون نو مثلا فيزبل او نو. عندنا شيء اخر، طيب شو بعض الاشياء؟ هو فقط اسمه اذا فيزبل او غير فيزبل، واذا كان الرانك تعطي له الترتيب مثلا في اي مستوى يكون. هذا هو يعني هذا هو كل ما في موضوع الفورم. طيب يبقى علينا شو؟ يبقى علينا لما نعمل سبميت، نعمل سبميت مفروض انه يحولنا يتقوم بادخال كل هذه القيم الى وين؟ الى الداتابيز. لا ننسى شيء مهم انه احنا لازم نعمل عمليه الانسرت صح؟ طيب الانسرت حيكون مع من؟ السبميت. طبعا السبميت لازم يكون ايضا عنده اسم خاص، يعني ايضا السبميت لازم يكون عنده هنا نيم، وهذا النيم يساوي لي بالسبميت. اوكي خلينا نجي هنا نعمل السيف، نجي نعمل مره اخرى ريفرش، ما عندنا اي مشاكل، ما عندنا اي مشاكل. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم.